subscribe to my channel, and also press this bell icon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله جيت نوريكم كيفاش ممكن تركبوا الماكينة ديال الصابون كما هذه، يعني كما هذه اللي عندها البال من الفوق كما الأخرى اللي عندها البال من التحت، يعني بحال. أنا نوريكم شنو خاصة. كما قلت لكم ماكينة الصابون في البرونشمون ديالها كتبغي واحد ديبار ديال الماء منين غيتبرونش على الماء اللي غيدخل لعندها، وواحد السورتي خاصها القادوس باش يمشي الماء نتاع التشلل. خليكم معايا وهانتوما غتشوفوا الطريقة كيفاش كنخدموها وكيفاش كنركبوها، وما نساوش حتى البريز راه غير كبت البريز. المهم حنا دابا كنوري لكم الطريقة كيفاش ممكن تركب الماكينة ديال الصابون من أ حتى زد. خليكم معايا. أول حاجة كنقطعوا الماء هو الأولاني، كنشوفوا روبيا ضريري حسب فين كاين اللي كيعطينا الماء لهاد البلاصة فين غنبرونشيو ماكينة الصابون، وكنقطعوا عليه الماء. من بعد كنحلوا هاد البوشون هذا وكنردوا البرا كيكون فيه الماء باقي، داكشي ديال اللي كيكون باقي واحد كيكون باقي لنا في الجعبة، يعني الروتور هو اللي خصك تبدلو الباب كما كتشوفوا. من بعد كنركبو هنا الروبيني ديالو، هدا هو الروبين ضاري تاع ماكينة الصابون، كيكون من هنا طرواكار فيطاج فيه طرواكار، حيت كاين عبارات كاين تروا ويد اند مي طرواكار، حنا كنستعملو هدا تاع طرواكار هو لي كيجي مع ماكينة الصابون، لي كيخدم فيها هدشي ديال ماكينة الصابون، كنبرونشيو هكايا. اسمحوا لي راني خدام غير يد وحده، ومن الاحسن يكون كيشوف لتحت، يعني باش يجي التيو لاصقو من تحت ميجيش مقرب التيو من الفوق. كنسدوه ونطلقو ربعي داري باش نشوف واش كاين شي حاجه كتزيد. كنخرج يعني هنا انتما كيما كتشوفو. دابا غنبرونشيو الماكينة الصابون ونقطعو شويه من التيو هذا والقادوس هذا باش نخشيو التيو الماكينة ديال الماء اللي كيخرج. هذا هو الراكور ديال الماء اللي كيدخل من لونطري ديال الماء ديال ماكينة الصابون، كنبرونشيو هنايا. نزيرو غالبا كنزيرو غير بيدينا وكنطلقو الماء وكنشوفو واش كيسير ولا مكيسيرش. هانتوما كتشوفو حنا طلقنا الماء مكيسيرش. هنا هذا ما برونشيتوش بالكود ديالو حيت هذا دابا ركبنا الماكينة هنا غير بروفيزوار، حتى من بعد يتصاوب البلاصة هنايا تتقاد بالصباغة اللي مازال خاص يدار عاد نحيدو هذا ونركبوه. دابا غنركبوه غير بروفيزوار هنايا. هدا هو التيو ديالها، هدا هو التيو ديالها هنايا كيما كتشوفو. غندخلو في هدا هكايا غير باش يبقى شاد راسو، وانتوما كتشوفو هو داخل، ولكن من بعد راه غيتركب هنا الكود ويدير هاد ريديكسيون تاع الترونتو. هدا هو البرونشمون ديال الماكينة الصابون كيما كتشوفو. هادي هي الماكينة، هاهي لونطري والسورتي ديالها، وهذا هو الانستالاسيون ديال ماكينة الصابون. كيف ما كتشوفوا راه ساهل، ما كيحتاجش شي صعوبة. نتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا لكم، ونتلاقاو في موضوع اخر. Hey there. Subscribe to my channel.